بالنسبة للتمويل ما نلتزم به هي تخفيض نفقات التسيير لفائدة ميزانية الاستثمار. كتعرفوا بأنه الجماعات القروية الأغلبها تتوصل ما بين 70-80% فيما يخص التسيير، ستبقى لها فقط 30-20% فيما يخص الاستثمار. نريد أن نقلب هذه المعادلة، هذه مسألة أساسية جدا، وكذلك تحصيل ديون الجماعة لأن ليست لها كفاية في هذا الإطار. نريد أن نساعد الجماعات من أجل تحصيل الديون وتنويع الشراكات خصوصا ما بين الجماعات وبين القطاع العام والخاص، أساسية جدا. الموارد البشرية موجودة، موارد البشرية لدى الجماعات، ولكنه في بعض الأحيان ليست كفأة بالنسبة لاحتياجات الجماعات. إذن يجب العمل في هذا الإطار هذا، الاستعانة بالخبرات الخارجية والاعتماد بشكل أكبر على التدبير المفوض مع مراعاة بعض المشاكل التي عرفت تدبير المفوض خصوصا على مستوى النقل وخصوصا على مستوى تدبير النفايات بالنسبة للمدن الكبيرة.